شيء طبيعي. الإمكانيات دافع للعمل والرقيب العمل، ولكن نحن نشتغل وفق الإمكانيات المتاحة لدينا، والحمد لله في إمكانيات، ولكن نشتغل بالموجود عندنا. والله المواطن اللي في مدينة المساعدة يطلب منا التعاون مع رجال الأمن، وصراحة يعني الناس حكماء منطقة المساعدة ومتعاونين معنا، وكونها منطقة حدودية لا تخلو من أماكن التهريب، وخاصة التهريب الحدود اللي من جانب المصري من محافظة مطروح. بصراحة نأمل التركيز عليها وإيجاد حلول عليها بدخولهم عبر المنفذ بدل من الدخول عبر الدروب الصحراوية، وهذا لا يليق بالناس المسافرين وخاصة المرة، انطباع سيء بكذا. نأمل إيجاد حلول لهذه الشريحة، نحن نقدر ظروفهم وعارفينها من المعيشة الصعبة والظروف الحياة الصعبة، الظروف اليومية، ولكن الدخول بشكل لائق حفاظا على الأمن، ويكونوا مروا عبر المنفذ لكي تفتيش البضائع المسموح بها والضبط الأشياء غير مسموح بها قانون. أهلا فدي حفيظ أبو سليم. طبعا اللي يعلم فدي سالم أن أصبح مقر مركز شرطة المساعد محاذي لمقر مكتب الدعم المركزي في مساعد، ونوجهها لكل الأعضاء أنها رانا في إطار التعاون مع بعضنا، يعني واحد ما فيش فرق بين كذا. أهم شيء اللي هي معاملة المواطن، استقبال البلاغات سواء من عضو الدعم المركزي أو عضو مركز الشرطة، لأن هذا هو أصل عملنا وأصل الموضوع، أصل عمل رجال الأمن اللي هي حفظ استلام البلاغات من المواطنين، رفع المظالم على أي مواطن يجي كمان في مظلمة في شكوى، هذه اللي نوضحوها، وخلال بعدين سنشوفوا عدد الإحصائيات ونشوفوا. نرحب بكم قناة المسار اللي دائما مواكبين الحدث في آخر حدود ليبيا مدينة مساعد. طبعا مركز شرطة مساعد، هذا المقر اللي هو يحوي مركز شرطة مساعد وأيضا مكتب الدعم المركزي في نفس المقر، وبكل تعاون وبكل إخلاص يتم التعاون بين رجال مركز الشرطة والدعم المركزي في هذه المدينة. أن ننوه بس على إحصائيات القضايا اللي قام بهن اللي تم تسجيلهن بمركز شرطة المساعد، حوالي 80 قضية في خلال 8 أشهر، منهن حوالي 15 أو 17 قضية عوارض، ومنهن أيضا قضايا شكاوي إدارية، ومنهن قضايا جنايات وجنح بجميع أنواعها، يعني المخدرات، التهريب، السرقات، المشاجرات، كل القضايا يتم الاستدلال فيها ويتم ضبط المشكو فيهم ويتم إحالتهم للنيابة للاختصاص والتصرف. هذه باختصار للإحصائية. رغم قلة الإمكانيات، يعني مركز مساعد ومكتب الدعم اللي هي سيارة شرطة واحدة أو سيارتين هذين اللي نعملوا بهن، لكن الحمد لله مجهودات الشباب ورجال الأمن ما مش مقصرين في عملهم. ايضا المشاكل اللي تواجه المركز اللي هي الاخوه الاجانب وتحديدا من الجنسيه المصريه اللي هي محافظه مطروح، اليوم الناس هذوم طبعا ياتوا عبر الدروب الصحراويه عبر المنافذ. انت تعرف ان مدينه مساعد محاذيه للحدود الليبيه المصريه بحوالي 200 كيلو او اكثر، فيدخلوا في الليل او كذا بعيدا عن حرس الحدود او في غفله من حرس الحدود، يدخل الى مدينه مساعد لغرض التهريب ولغرض مزاولات نشاط ربما تكون نشاط اجرامي. نقوم بالعمل بعملنا على اكمل وجه، ونتمنى من الجهات المختصه اتخاذ الاجراءات في هذا الموضوع، لكن الحمد لله شيء يعني خروقات امنيه لا توجد، اشياء مثلا خارج السيطره ايضا لا توجد. كل من يقوم بالبلاغ او بفتح محضر في هذا المركز يتم ضبط المشكو فيهم ويتم الاستدلال معهم بكل حرفيه ووفقا للقانون ووفقا للوائح، ويتم احالته الى النيابه العامه.
أيضا كل الظواهر السلبية سواء ظاهرة التسول أو ظواهر الهجرة غير شرعية يتم التعامل معها ويتم ضبطها وفقا لتعليمات السيد مدير الأمن اللواء عمران بريك عبد القادر، وأيضا تعليمات السيد العميد سالم الشهيبي مدير إدارة دعم المركز فرع الدعم المركزي البطنان. يتم التعاون بكل تعاون وبكل أريحية والحمد لله رب العالمين.